عمران كرمال الله بشرني، كيف بنتي وحفيدي؟ مبروك علينا خالي سلطاني، رفيف بخير وابني بخير. ألف حمد وشكر يا الله، تلطف فيهم هن الاثنين. صار عندي ولد. أنا هلأ صرت أب. مساء الخير، كنت بدي أسأل إذا في أي تطور بحالة أختي رفيف يوروقان. لحظة لحتى أسأل. تمام. ألف مبروك، حضرتها والبيبي مناح الحمد لله على سلامتهم. شو هالحظ؟ يعقوب؟ صار لهم زمان اخذينه، ليش ما جابوا لي اياه لهلا؟ امي شيلي هي، رح اقوم شوف وينهم. تمام. خليكي خليكي بنتي، انا بشوفه، رح اسال الممرضه عنه وبجيب لك اياه وبيجي. عفواً، أنا قريبة عائلة يوروقان، أي واحد هو ابنهم؟ أول واحد. بتشكل. العفو. قديشك حلو، كأنك ملك. أنت شو عم تعملي هون؟ آه؟ هاد البيبي كان رح يكون إلي، وكنت رح أحمله بحضني، وعمران كان رح يضل معي ونربيه سوا للبيبي. أنا عملت اللي بيطلع بإيدي، لا تلومي حدا على اللي صار. مو أنت اللي قلتي لرفيف إنه هي أمه الحقيقية؟ بالبداية أنت ضحكتي علي، استخدمت بويضات رفيف، بدل ما تلفي وتدوري كان فيك تخبريني كل اللي صار كان بسببك انتي. اوف اوف، إلنا شهور نفس الحكي ونفس الموضوع، بكفي. بنتي هذا الولد ابن رفيف وعمران وبس، صارت مرته وبيحبوا بعضهم كمان، واللي ما عجبه هالشي يضرب راسه بالحيط. كأنه انتي عاجبك كتير هالوضع. أنا كل همي إنه ابني يشيل ابنه ويفرح فيه كمان، والباقي ما بيهمني. وهي أنتي هلأ ناطرة مولود، وقريباً الله رح يطعمك تشيلي ابنك بحضنك، حمدي ربك. بس ابني رح يكبر من غير أبوه، عمران ما رح يكون جنبه. دوري على السبب عندك، لو سمعتي كلامي ما كنتي رح تطلعي هلأ على البيبي من ورا البلور. رحتي حكيتي وصار اللي صار، قدر. رفيف ليش امتي؟ هنن كانوا رح يجيبوا البيبي. ولو امي، خلينا نروح نشوفه ليطمن قلبي. تمام. ما بدي شوفك مرة تانية، وعمران ما بدي اياه يشوفك، لا تخربي الدنيا. يلا امشي. انا بروح لحالي نعمة خانم، اصحك تلمسيني مرة تانية.
ديما ليش هون؟ شو جابها؟ ها ما قدرتي تستني وجيتي لحتى تشوفي الأمير؟ وينه؟ الولد كتير منيح هيك قال الدكتور ما شاء الله، بس هو هلأ نايم وراح يجيبوا لك يا بعد شوي. طيب ديما شو جابها؟ شو كان بدها؟ قلتي ديما؟ ما بعرف ما شفتها. كيف ما شفتيها؟ من لحظة كانت نازلة على الدرج. لا بنتي أنا إلي زمان واقفة هون، يعني لو شفتها أو إذا كانت هون ليش لخبي؟ يمكن تكوني شفتي حدا بيشبهها. قديش بدك يعني استنى ابراهيم؟ هاي البيبي ولدته، مو كنت بدك تقتلها؟ ومين قال غير هيك؟ رح اطلع بروحها. امتى؟ انا ما ضل عندي صبر. كمل باتفاقنا وقوفي بوعدك. إذا لساتها بالمشفى ما فيني أتحرك براحتي. بس يخرجوها بتطلع على القصر، وقتها مستحيل توصلها. أمك عندها خبر؟ أمي بفرنسا عندها شغل، ولو هون كان هيك رأيها، وإذا بدك رأيها ما بيهمني. أنت لازم تنهي المهمة وهي بالمشفى. شايفتك عم تفكر، وين راحت مراجلك؟ كنت تفشخر علينا وتقول إنه رجال عندكم ما بيهمون شي. ما رح توفي بالوعد اللي قطعته؟ خفت مو هيك؟ الكلمة اللي بحكيها بنفذها. روحي هلا على بيتك وانطري.